يوم جديد وفلوق جديد من بريطانيا. اكشن. ايش حركات سينما هذه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا، ايش اخباركم مسويين؟ ان شاء الله طيبين. بس بقول لكم يا جماعه اشربوا ماي. لا امزح. اليوم يا جماعه ان شاء الله بالفلوق بنسوي شيء من زمان كنا نبغى نسويه. شو تسوي يعني؟ بتطب من مكان عالي؟ لا ان شاء الله راح نسوي هذا الشيء بعدين، لكن اليوم بنروح احد المحلات والذي تعرفون كيف؟ تعالوا نروح. الاجواء ممطره اليوم. حلو، رجعنا الامطار والحركات. وصلنا المكان يا جماعه. لما اجي هنا احس كاني برا فيكتوريا، الاشياء الموجوده غير والتخطيط غير، كل شيء غير. هنا السينما، تعرفون كيف؟ لا، ما احنا عند السينما حنشوف الافلام الموجوده. في هذا الفيلم، وهذا الفيلم لتوم هانكس شكله بطل، وهذا شكله فيلم رعب. فجاه تلقى دباب. نكمل يا جماعه. في هذا، وهذول الفيلمين. نشوف اذا اسعار التذاكر تغيروا من السنه اللي راحت ولا نفس الشيء. وسعر التذكره للفيلم 10 دولار، يعني تقريبا 30 ريال سعودي. والله شوف شوفوا هنا اشياء قديمه، افلام وسديات الاغاني، سعرهم دولار و95 سنت، يعني تقريبا 6 ريال. خلاص ما صار يشتري، حتى يبيعون اغلفه كذا لحالها. المهم احنا المحل اللي نبغاه على الجنب. ايام يا السلاش. الله هذا هو محل جيمنج. بسم الله. وهنا نشوف اشرطه سيجا، والله اشياء قديمه. وهنا اشرطه بلاي ستيشن 1، محل فيه اشياء قديمه صراحه بطل. ان شاء الله اليوم بناخذ سيجا. زمان يا سيجا زمان، سعر 40 دولار. وهنا الاجهزه. شرينا سيجا يا جماعه، والله على الذكريات. لكن في شريط ما حصلته هنا، نروح محل ثاني وان شاء الله نحصل الشريط اللي نبغاه. وصلنا عند مطعم، انا مو مره جوعان. بريك صغير ما يضر. الحمد لله يا رب، بعد وجبه لذيذه وصلنا المكان. اسمه ايبك جيمز. هذا هو، ما دخلتها من قبل، هذه اول مره وشكله كبير والله. والله والله اشياء جدا قديمه. بلاي ستيشن 2، هنا شباب يلعبون. والله تيجي هذا المحل يرجع لك ذكريات. شريط ماين كرافت ب 8 دولار. لو محبين ماين كرافت، وقول عاد بس سلك ناقصني. من جميع الاسلاك هنا. طيب للامانه اللعبه اللي نبغاها لعبه مايكل جاكسون، اسمها مون ووكر اذا ما خاب ظني، ويا رب موجوده هنا. للاسف ما حصلنا. طيب نتوجه على الشقه واخيرا ونجرب اللي شريناه. واضح جدا متحمس. شوف يا جماعه ما شاء الله تبارك الله، شدت الامطار. اللهم صيبا نافعا. طيب يا جماعه رجعنا شقه، معانا السيجا، لكن حاليا تعرفون كيف؟ بنغير مكان التلفزيون والكمبيوتر. ايوه كذا حلوين. بنجيب السيجا ونقول بسم الله. ثنيان تون، كيف حالك ثنيان؟ تمام بخير، انت كيف حالك؟ الحمد لله يا رب كل شيء تمام. صلي زمان ما شفتك، صلي مده ما طلبت شيء من النت. طيب واللي يقول لك هذه هديه من دكارف كار؟ جد والله يعطيهم الف عافيه، شافوا مقطعك الاخير وقالوا انك تستاهل. شكرا لك، شكرا مليون على توصيل هديه. دكان افكار دائما يفاجئونا. نشوف ايش داخلها. كل عافية، شكرا والله لك، شكرا مليون. خلاص اطلع انت، الله يستر عليك. شاهد ما شاء الله طبخ اليوم عشاء؟ لا ما سويت عشاء، ما سويت عشاء ولا شيء. طيب خلاص استمتع بالاغراض، شوف على خير ان شاء الله. مع السلامة. شكرا لك مليون والله. سلام. يعطيهم الف عافية والله، دكان افكار ما قصروا، شكرا لهم مليون. طيب تعرفون كيف؟ قبل ما نركب السيجا وكل شيء نفتح الكرتون ونشوف ايش وصلنا من دكان افكار. شكرا لكم، والله شكرا لكم اصحاب ثنيان. ما ادري ايش دخل الصندوق ولا ادري ايش رسلوا، لكن يقولون هذه هديه من دكان افكار لكم. والسبب يقولون اخر مره لما تكلمت عنهم عدد الاشخاص اللي دخلوا الموقع شيء خيالي، ويقولون ان في مشاهير كثير تكلموا عن الموقع لكن زي اصحاب ثنيان ما في. الله علينا يا جماعه، شكرا لكم والله. طيب نفتح الصندوق ونكتشف مع بعض ايش داخل. بسم الله. يا ثنيان رجعنا من جديد. نبغى سكين، نبغى سكين. لا مو افوكادو. هذا كان قبل امس، قلنا سكين. حسبي الله ونعم الوكيل. مطرقه مره واحده، كيف نفتح الحين؟ خلاص شكرا، نفتح بيدنا. الله عليك والله كنداري. ثنيان قول بسم الله. طبعا للامانه كل منتجات دكان افكار بطله، تدخل الموقع تشوف اشياء تفيدك في حياتك وتسهل عليك اشياء كثير. الاشياء اللي طلبتها من المره الاخيره لما الحين استخدمها. الله عليك يا دكان افكار. الله التيشيرت،
اول شيء وصلنا هذا التيشيرت يا جماعه، الله تبارك الله. شو مكتوب فيه؟ صنع في السعوديه، حتى قماشه بطل من النوع اللي تلبسه دائما. شوف كيف؟ الله جامد. ايوه زي كذا. شوفوا كيف يا جماعه، يجي بكل المقاسات، في للرجال وللحريم، حتى للاطفال فيه. هذا نوع من القماش اللي يتغسله مره مرتين ثلاث مرات نفس ما هو، ما يتغير. شوف الشيء الثاني. الله، اسمه هذا المسواك. نشوف هذا المسواك داخل مسواكين. عشان تحفظ المسواك داخل. جرب نشوف كيف. الله، زمان على ريحه المسواك. عجبتني هذه الحركه، بدل ما تقعد تسوي كذا متفل ابد زي كذا، الا انتهى الموضوع. شيء جدا بطل. تقعد تستخدم المسواك، واذا عندك شيء تسويه ولا انشغلت تحطه داخل هذه العلبه، تسكر عليه، تاخذه معك، تحطه في الشنطه، تحطه في جيبك، تخليه على الجنب، خلاص يصير دائما كذا محفوظ داخل العلبه. الشيء اللي بعده، وصلنا هذا الشيء مكتوب عليه محفظه الجوال. جبنا الجوال هنا وفلوس ونجرب. حلو، يصير زي كذا. نجرب نحط البطاقة هنا، وإذا عندك فلوس كاش تحطها بعد هنا. الله الله على الاختصار والخفة. يصير بس هذا الشيء معك، مثلا أنت طالب ودائما تاخذ معك بطاقة الدراسة، ولا بس معك بطاقة البنك ما تحب تشيل محفظة وزحمة وحالة، خلاص تحطها هنا كذا. الله عليك، حلوين حلوين. نشوف الشيء اللي بعده، تقول له سماعات الأشخاص اللي يسوون رياضة. بعد معها شنطة، تفضل معك طارق أحمد، إيش مشكلتك؟ طفي المودم وشغله. ثانياً وبعد معها بطاقة ضمان لمدة سنتين. حلو والله حلو. طيب نبغى نشغل شيء. لازم نشحنها أول. دقيقة نحطها على الشاحن. شاحن وينه؟ نشوف الشيء الأخير لما تشحن. شيء غريب. شوفوا هذا هو الشيء. عالم جديد لتلفزيونك على الإنترنت. حلو. أوكي دليل الاستعمال. طيب بغينا نشغل على التلفزيون. تعالوا يا جماعة شوفوا الحوزة اللي هنا. يا سلام، شكرا والله، دكان أفكار. حلو. زين نركب هذا الشيء على الجنب. ايش رايكم بالتيشيرت يا جماعه؟ هو جهاز كمبيوتر صغير يقوم بتحويل اي تلفزيون حديث عالي الدقه HD او اي تلفزيون قديم الى تلفزيون ذكي. والله شيء بطل، هذه القطعه بس تخلي لك الشاشه الى كمبيوتر. كيف لا تسالني؟ يعني كان هذا جهاز كمبيوتر. هو للاسف بس يبغى لي اشتري له ماوس متحرك من بعيد. تشبكه هنا، تحطه في الكمبيوتر، خلاص يصير تلعب العاب، يصير تتصفح الايميل، تحمل اشياء. يعني الاشخاص اللي ما عندهم كمبيوتر ولا خلاص ما يحتاجون كمبيوتر في البيت لكن يحتاجونه في بعض الاحيان، ولا يعني يقول مره في الاسبوع مره في الشهر، هذا هو الحل. طيب خلينا نجرب السماعه. حلو، شحنات كل شيء، هي بلوتوث بس تحطها هنا تشبكها الجوال. حلوين حلوين. طيب نشغل شيء. اكثر شيء كان يشغلونه هزاع عليان، والله قويه ما شاء الله تبارك الله. شغل شيء تسوي رياضه. والله بطل. نشوف نتحرك بقوه. اوه بجيب هذا الشيء، والله كويسه، والصوت بعد مره ما شاء الله عالي. والله اشياء بطله تنفع بالحياه اليوميه، دكان افكار شكرا لكم مليون. وهذا بس شيء بسيط من الاشياء اللي عندهم. ادخل جوجل بس واكتب دكان افكار، سواء كنت تدخل من الجوال، من اللابتوب، من الايباد، من الكمبيوتر، وشوف الاشياء اللي عندهم، ممكن تشوف شيء يعجبك ويسهل عليك اشياء كثيره. طبعا لا تنسون يا جماعه في كود خصم، بس اكتبوا ثنيان بالانجليزي وراح يسوي لكم خصم باذن الله 10% على اي شيء تبغونه، وبحط تحت الرابط اول شيء في الوصف. ادخل وشوف الاشياء الموجوده. طيب جا وقت السيجا. وقت السيجا، تخيل وقت شيء ما يشتغل. طيب هنا ما شغل التلفزيون. طيب كل شيء تمام الحين. تحديث كل شيء تمام لما الحين، بس باقي نحصل القناة. نفس الشيء صح؟ والله كنت داري. لحظة أنا متلخبط يا جماعة، الحين ركبت السيجا وكل شيء شبكته، طلع لي تلفزيون. صدق والله شوفوا، أفصل سلك السيجا. هذا هو. طفى التلفزيون. الرجال حط لي ريسيفر هنا ولا ايش؟ ما نبغى قنوات، نبغى سيجا. طيب الحين اذا غيرت شريط بيطلع لي مصطفى الاغا؟ انا مش عارف ليش يطلع لي قنوات، بدل ما اشتري لك ريسيفر ب 200 دولار اشتري لك سيجا ب 40 دولار وفي له قنوات. عندكم ام بي سي؟ تحديث يا جماعه، حاليا ما ادري الساعه كم لكن وقت جدا متاخر، شغلناه الحمد لله وكل شيء، لكن شوف ايش صاير. بكره لازم نرجع للمحل، يا انه في خطا ولا الجهاز خربان ما يشتغل. عارف انه ما له دخل لكن برا يا جماعه هواء قوي لدرجه كل شوي شبابيك تتصافق تتصافق. تعال شوف كيف، شوف كيف الاشجار هناك. المهم ما راح تخترب ليلتنا، وزي ما نقول دائما لكل مشكله حل. احنا متجهزين ونسهر اليوم ومخططين نرجع ذكريات وكل شيء. طيب نفتح جوجل، كتبنا اونلاين اولد جيمز، دخلنا موقع وحصلنا هذه الالعاب. هذه الالعاب اللي حصلناها. نشوف نجرب هذه اللعبه. شوف موقع ثاني، جرب هذه اللعبة. لازم تحميل واشياء زي كذا. المهم يا جماعة مو مشكلة، بكرة ان شاء الله نروح. انا اتوقع بس اللي ناقص هو سلك الالوان، الاحمر والاصفر والابيض. نروح بكرة ونشوف على العموم ايش المشكلة. مشكور يا الريسيفر. شكرا والله. هذه الاشرطة اللي شريناها. وبكرة باذن الله لنا جيم ان شاء الله. طيب يا جماعة تاخر الوقت، وحاليا راح نعدل الفلوق ونرفعه، وبعدها ننام ونتجهز لبكرة ان شاء الله. طيب يا جماعة من هنا راح ينهي الفلوق، يعطيكم العافية في المشاهدة. حاولنا سوينا اللي نقدر عليه، لكن لم تضبطوا معنا. بالضبط، وبنشوفكم ان شاء الله في فلوق بكره. السؤال اليوم يقول ايش افضل شريط قديم عندك؟ اكتب تحت في الكومنتات، بكره ممكن نروح المحل ونشوف الشريط موجود ونشتريه. كان معكم ثنيان خالد اللي ما لعب سيجا. اللي ما لعب سيجا خليكم دائما متفائلين وايجابيين، ولا خلي شيء يضايقك ابدا. تصبحون على الف خير، نشوفكم بكره ان شاء الله.
واخلط. الخطوة الأخيرة نضيفها هنا نخليه على شكل دائري كده. يكون انتهت الحلقة، شكرا لكم.